مرحبا، مساء الخير وصباح الخير على كل متابعينا في صفحة ارفع صوتك. نرحب فيكم اليوم في حوار مباشر جديد هذا الأسبوع معنا من العاصمة الأمريكية واشنطن. اليوم راح نركز في نقاشنا عن الصراع في اليمن والحرب الدائرة في اليمن والأزمة الإنسانية اللي مستمرة منذ سنوات والمعاناة اللي قاعد يعانيها الشعب اليمني. الأزمة اليمنية مع الأسف هي قصة حزينة لا تذكر كثيرا في الإعلام، لا يغطيها الإعلام بشكل كبير ولا يتحدث عنها الكثيرون، وكأنما هي أزمة منسية، وهذا موضوع لذلك حاولنا أن نركز عليه ونناقشه. واليوم معانا ضيفة مميزة جدا هذا اليوم، الأستاذة أمت العليم السوسو، أحد أشهر شخصيات النسائية في اليمن. أستاذة أمت العليم، نرحب فيك طبعا في هذا الحوار ومتشرفين في وجودك معانا، وإن شاء الله يكون نقاش جيد نلقي فيه الضوء على الأحداث السياسية وآخر التطورات الموجودة في اليمن. أهلا وسهلا فيك أستاذة. شكرا لك سيدتي وللحرة على هذه المناسبة، وأحسنت صنعا بالإشارة إلى موضوع أن اليمن والحرب الدائرة ولا يكاد يراها إلا القليلون. شكرا لك، وأظن أنه مهم جدا أن نسلط الضوء على هذا الجانب. نبتدي أستاذة أمت العليم، وإحنا موجودين الآن في واشنطن، في يعني الأزمة القائمة حاليا والحرب وكل ما يجري أمامها الآن. اليوم نبتدي من النهاية، هناك مفاوضات في الكويت وفي أمال معلقة على هذه أمل في نتيجة مفاوضات. إلى أي مدى يعني نترجى أن هذه الأزمة سياسيا يمكن أن تصل إلى حل؟ لابد لهذه الظلمة أن تنجلي، وإن كان الانتظار صحيح قد طال الحقيقة، ليس فقط في مدى 45 يوما التي بدأت بها مشاورات الكويت للسلام، ولكن من قبل كما تعلمين هذا تراكم لمجموعة سابقة أيضا من محاولات التقريب بين وجهات النظر، وبدأت من عمان وفي جنيف الأولى والثانية، مرورا بكثير من المحاولات للتواصل الهادئة وبشكل سري إلى مفاوضات الكويت التي يبدو الآن أنها أيضا تلقت زخما كبيرا بمجرد انعقادها في دولة مثل دولة الكويت التي خيرها وتعاونها وعلاقتها مع كل الأطراف، مع اليمن بأكمله، مع كل شرائح اليمن، بالإضافة أيضا لتوجه التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية والتأكيد المستمر عليه. موضوع السلام هو العام وهو الأكبر، ولذلك لا نستغرب أنه من بعض الأطراف التي لم تستطع حتى الآن تفهم أنه لابد لأي حرب من نهاية، وبالذات عندما تبدأ الحرب تضع المشوار السلمي كأساس الانطلاق، لأنه لا توجد حروب تستمر هكذا إلى ما لا نهاية. فإذا الكويت نأمل جميعا أن تكون محطة نهائية، ولكن أيضا محطة أولية صلبة في تأسيس عملية السلام القادمة المنتظرة الشاملة لليمن، لأنه حتى الأطراف المتحاورة في الكويت كما تلاحظين هم يمثلون ومهتمون، وعليهم واجب الاتفاق على وقف إطلاق النار بشكل دائم والتوقيع على ضمانات تساعد على القيام بهذه الناحية. ولكن ما بعد ذلك، وهو مسألة أيضا توسيع قاعدة التحاور واستمرار المشاورات على كل النقاط الكبيرة والهامة، لا يمكن أن يقوم بها فقط طرفان وحيدان داخل في الكويت، وكما قلنا لكنها أيضا مسألة هامة وجوهرية، إذ أن تأسيسها على أساس صلب وبهذا الزخم الكبير المحلي أولا بدرجة رئيسية، صار الدولي من قبل الأمم المتحدة والدول الراعية لعملية السلام أو عملية الانتقال السلمي في اليمن، هذه كلها تجعلنا نظن إن شاء الله ويكون الظن خيرا أنها لابد أن تؤسس لمرحلة أفضل بكثير. وأود في هذه العجالة إن سمحت لي أيضا أن أركز على مسألة فعلا المعاناة الإنسانية التي لا سابق لها بالنسبة لليمن، إلى الحد الذي أصبحت كثير من المنظمات الإنسانية الدولية تسمي الأزمة الإنسانية في اليمن بأنها أسوأ كارثة إنسانية عرفتها البشرية، لأنه يوجد ما لا يقل عن 80% من مجمل سكان اليمن الذين يصلون إلى 28 مليون نسمة، يعانون
ليس فقط من مسائل الفقر والبطالة وتناقص الخدمات وانهيار المؤسسات التي تعمل على تحريك الاقتصاد، ولكن قبل ذلك كله التي أدت فعلا إلى دمار ضرورات وأسس الحياة والمعيشة لهؤلاء المواطنين الذين لا يستحقون على الإطلاق أي شيء من كل هذا التطور البائس الذي حصل في مسيرة الانتقال السلمي. نعم. الذي تعرفين أن الشعب اليمني كان من أكثر الشعوب حضارية أيضا في الدعوة إلى التغيير، وكيف للأسف الشديد بالتنافسات السياسية وبعدم إدارة الفترة الانتقالية إدارة جادة وحكيمة ورشيدة وصلنا إلى ما وصلنا إليه في غياب فعلا دور مؤسسة القانون. نعم، هو طبعا الأزمة المعيشية وأساسيات الحياة التي ضربت في اليمن هو موضوع مهم جدا، ونلاحظ كثيرا بالنسبة للتعليقات المتابعين وما يتحدثون فيه عن الأزمة اليمنية. عندنا مراسلنا في اليمن الذي تحدث مع مجموعة في المواطنين من المواطنين في اليمن، تكلم مع مجموعة منهم وعبروا عن مشاعرهم في هذه الأزمة بالذات، وعندنا هذا المواطن بالذات اللي راح نوريكم هذا الفيديو تحدث بشكل حقيقي جدا ومن الأرض عما يشعر اليوم. نشاهد هذا الفيديو عن معاناة اليمنيين ونعود لهذا الحوار. الحقيقة أن كل ما أنتجوا في الكويت وفي جلساتهم المتعاقبة لا شيء عند طموح المواطن اليمني. المواطن اليمني يحتاج إلى كهرباء، يحتاج إلى عادة الحياة، يحتاج إلى عادة سيادة الوطن، يحتاج إلى عادة كرامته. لا، الآن المواطن تسحقه من جميع عصابات الحروب وأمراء الحروب وتجار الطمع والحسد والحشد. الجالس في الكويت لا ينظر إلى الشعب إلا كصفقة ومرابحة، كل ينادي باسم الشعب ولا يعلم ما الشعب، ومن كل يبحث عن مصلحته وحصته في السلطة. الحقيقة أن كل طبعا شفنا من شوية فيديو يعرض أحد المواطنين يتكلم عن الأزمة اليمنية وما أثرت فيه على الإنسان العادي. كثير من القصص اللي ذكرناها، ياريت تعطينا بعض الانطباعات اللي تسمعينها من الناس. يتحدثون عن عدم وجود كهرباء، لا يستطيعون أن يطبخون في الأكل بشكل طبيعي في بيوتهم، الحياة ليست طبيعية في اليمن. من المسؤول عن الحياة؟ هل هناك دولة اليوم في اليمن أستاذة أمة؟ أولاً طبعاً لابد من التأكيد فعلاً أن ما أورده الأخ العزيز من الواقع هذا جزء يسير من طريق من المعاناة الشاملة التي يعانيها المواطنون أينما كانوا في اليمن، لأنه منذ بداية الحرب التي عمرها الآن 18 شهراً كاملة، خلال هذه الفترة ليس فقط أنه تناقصت مواد الوقود أو اختفت المصادر الخدمية الرئيسية بالذات المياه والخدمات الصحية وتوقف التعليم والعمل وزيادة الفقر، هذا كله حدث الآن. يعني لا تكاد توجد هنالك حتى 3 إلى 4 مستشفيات في كل اليمن التي تستطيع أن تعمل وتقوم بالإسعافات على الأقل التي تكفي الناس على الأقل الاتجاه إلى الموت يعني. وهذه المسائل أحياناً أو هذه الحالات هي حالات تنقصها أشياء بسيطة، ولكن على رأسها انعدام الكهرباء. ولعلك تتابعين الآن على سبيل المثال أن الوضع على سبيل المثال في مدينة عدن التي تم تحريرها منذ الصيف الماضي تقريباً، منذ سنة الآن تقريباً بعد شهر من الآن، ولكن الذي حدث أنه للأسف أيضاً الخدمات تحتاج إلى سلطة لإدارتها. هذه السلطة للأسف تواجه الآن أيضاً بكثير من المشكلات الأمنية. اليمن في معظم المحافظات للأسف الشديد يوجد بها انفلات أمني كبير، توجد انتشار الجماعات المسلحة والأسلحة التي أصبحت في متناول الجميع. فإذاً كيف تتوقعين أن يتم تقديم أي خدمة للمواطن البسيط والعادي، مع أيضاً ضرورة التأكيد على أنه لا تزال هنالك محافظات، وأخص هنا بالذكر محافظتي والمدينة التي ولدت فيها ونشأت، مدينة تعز الحبيبة التي سكانها في حقيقة الأمر هم أكثر من سكان أي محافظة أخرى في اليمن منذ أيضا بداية الحرب إلى اليوم،
وهذه المدينة لا يوجد بها مستشفى، لا يوجد بها خدمات، لا توجد فيها أي شكل من أشكال الحياة الطبيعية، ولا تزال المواقع النار، لكن هذا للأسف لا يتم احترامه، لأنه لا وجود لأي طرف يقوم بالإشراف والمراقبة والمتابعة، وفي ذات الوقت لا توجد سلطة أو هيئات تقوم بإدارة الشأن الأمني، وهذا يعني أيضاً فراغ الذي أدى للأسف الشديد أيضاً في كثير من المحافظات إلى وجود جماعات إرهابية متطرفة، كما تابعتي وجود الجماعات الإرهابية التي كانت موجودة في المكلا أو في أبين وفي لحج وفي كثير أيضاً من المحافظات الأخرى. هذه هي المشكلة، ولذلك السلام لا بد منه، السلام ضرورة، ضرورة بكل المقاييس، حتى في الأوقات التي لا توجد فيها هذه النزاعات. ولكن الآن هذا تحفيز إضافي لكل الفرقاء أن يتابعوا وأن يعملوا ما بوسعهم، لا فقط من أجل استتباب الأمن، لأن استتباب الأمن لن يتم إلا أيضا بانخراط المواطنين وبتعايشهم وقدرتهم أيضا على المشاركة في إعادة البناء وإعادة بناء الاقتصاد، لأن الاقتصاد أيضا مهدد بالانهيار مع انحدار قيمة العملة، مع توقف عجلة النشاط الاقتصادي، بالإضافة أيضا إلى الحصار الذي فرض في أزمان وفي أوقات مختلفة على دخول عدد كبير من البضائع التجارية، وعلى رأسها أيضا المواد الاستهلاكية الرئيسية على الأقل مثل القمح والرز والسكر وغيرها من المواد الضرورية التي يقتات منها المواطن البسيط وإن كانت بحفنة أو اثنتين. يعني هنالك جملة من التحديات التي لا يجب أن تغيب عن أذهان المفاوضين والذين يجب أن يتمثلوها، بعيدا أو بالإضافة إن شئتي إلى موضوع حكاية ترتيب إعادة السلطة. الآن اليمن تحتاج إنقاذ، والشعب اليمني يعاني من ألفه إلى يائه، ولا حل لكل هذه المشكلات إلا بوقف إطلاق نار والإشراف عليه وتنفيذه، ثم توسيع الحوار أيضا في الداخل اليمني من أجل الانطلاق إلى المسائل الأخرى لإعادة تطبيع الحياة. وستكون هذه المهمة طبعا مهمة غير عادية وشاقة، وستحتاج ليست فقط إلى إمكانات مادية هائلة، ستحتاج إلى إرادات سياسية وطنية يمنية بالدرجة الأولى تكبر أو تضع هذا الموضوع نصب عينها قبل أي شيء آخر. أستاذة أمة العليم، كثير للأمانة كثير من التعليقات تصلنا من متابعينا، شكرا جزيلا على متابعتكم وعلى أسئلتكم، كثير منها قاعدة تركز على موضوع مفاوضات الكويت، تسأل وين وصل موضوع المفاوضات وإلى أي مدى. أعتقد ذكرتي هذا الموضوع بشكل أو بآخر، ممكن نضيفه. شهاب حجاج قاعد يسأل من إلى أين وصلت مفاوضات الكويت. كريم عطية وأيضا مجموعة من المعلقين يقولون أن الإرهاب اللي قاعد يضرب اليمن والمنطقة العربية بشكل عام هو نتيجة طبيعية لفتاوى المتطرفين والشيوخ اللي يذكرون في تويتر وفي وسائل التواصل الاجتماعي بعض التعليقات اللي هي تشجع على التشدد والتفرقة. ما أدري إلى أي مدى إذا كان عندك تعليق على هذا الموضوع. أيضا أنا كنت حابة أسأل يعني في نفس الإطار يعني عن مستقبل اليمن. كثيرين يقولون المخرج ربما أن اليمن سوف يتجه إلى التشظي، ربما الانقسام، دعوات للانفصال في الجنوب، يعني مع التواصل الأزمة والسيطرة والسلطة متوزعة. هو ليس طبعا سببا فقط أو ظهر بمجرد قيام الحرب في اليمن. الآن تعلمين أن وجود المتطرفين في اليمن بدأ التعاطي معه، وإن كانت لي عليه منذ وقت حتى بدأ حملة مكافحة الإرهاب في اليمن، أنه للأسف حتى حملات مواجهة الإرهاب التي أطلقتها كثير من الحكومات من بينها الحكومة اليمنية منذ أحداث سبتمبر أيلول هنا وقبل ذلك وبعد ذلك، لم تكن تلك الحملات للأسف حملات شاملة، وفي بعضها للأسف الشديد أيضا عبر على سبيل المثال الطائرات بلا طيار، كانت كل حملة تقوم من هذا النوع تضيف إرهابيين محتملين إضافيين، لأن المدنيين الذين يصابوا في معظم الأحوال عندما تقوم طائرات بلا طيار بمواجهة هذا النوع من التشدد من السماء كما تعلمين،
للأسف هذه ليست كانت مواجهات ناقصة، إذ أنك تحتاجين لمواجهة ظاهرة خطيرة مثل هذه، لمعالجة أيضا الموضوع أو المشكلة الاقتصادي الاجتماعي والفرص والتعايش أيضا والتسامح والاعتدال، وهذه كلها مسؤوليات ليس الحكومة فقط، وإن كانت الحكومة تصدرت للجانب الأمني فيها، لكنها مسؤولية مجتمعية. ولا يمكن على الإطلاق طبعا القول بأن الإرهاب فقط حصل هكذا أيضا من نفسه، لأن هنالك أسباب أدت إلى تشدد وخروج ثم إقصاء مجاميع كبيرة من الشباب الذي كانت لديهم آراء معينة باتجاه معين، نسميه متطرفاً، نسميه مناقضاً لما هو موجود، ولكن لو كانت تمت معالجته بأسس واضحة في تصوري ما كنا وصلنا إلى المستوى الذي فيه الآن وجود لهذه الجماعات وتحتل مساحات جغرافية كبيرة. وهذا حصل في اليمن، حصل في احتلال القاعدة لأجزاء من محافظة أبيان، مناطق في لاحج، وثم في حضرموت مؤخرا، وحاليا العملية الكبرى التي تقوم بها دول التحالف العربي مع الولايات المتحدة أيضا في حضرموت وغيرها. يعني أقصد أن الموضوع متشعب وليس آني، ومواجهته لا يعني فقط مواجهته بالأساليب العسكرية أو الأمنية. المسألة الثانية حول الكويت، سألتني صح؟ نعم، مفاوضة الكويت. كما قلت، نحن لا نتوقع من الكويت إلا أن يصلوا على الأقل في الحد الأدنى، لأن الأطراف الموجودة في الكويت الآن هي الأطراف المعنية بالحرب كما تعلمين، وهي التي عليها أن تتخذ القرار بإيقاف الحرب، هذا وأولا. ولكن مشكلة اليمن فيما بعد ذلك أو ما قبل ذلك هي مشكلة أوسع، ويجب أن ينخرط في أي محادثات مستقبلية بعد الإعلان الرئيسي عن وقف العمليات العسكرية والالتزام بها ومراقبتها ومتابعتها توسيع المشاركة، لأنه الآن هنالك محافظات كثيرة ليست فقط مجموعة أنصار الله أو الحوثيين كما يسمون، أو هنالك فقط الجيش الوطني والمقاومة التي تساند الحكومة الشرعية في الرياض، هنالك مجموعات أخرى كثر موجودين في أكثر من مكان، ولذلك هنالك أيضا أطراف محلية وأطراف لم تشارك في الحرب ولم تكن لتريد للحرب أن تقوم، وعليها يجب أن تشارك في عملية أيضا استمرار وتوسيع قاعدة التعايش والسلام المستقبلي. ولكن كما قلنا، هذه مهمة ضرورية أولا في الكويت، ونحن نتوقع برغم الضغوط كلها التي تمارس على الأطراف الموجودة والمتفاوضة في الكويت، نؤكد ونرجو أن يتغلب عليهم الحس الوطني، وأن يتمثلوا ويتذكروا غالبية الشعب اليمني. نعم. الذي قدم للأسف الشديد من حيوات أبنائه، يعني الشهداء والجرحى والقتلى من المدنيين الأطفال أو النساء أو حتى من المنخرطين في العمليات العسكرية، كلهم هؤلاء من أبناء اليمن وبنات اليمن. وفي الأخير، من الذي سيستطيع أن يجبر الضرر؟ من الذي سيستطيع أن يلملم الجروح؟ من الذي سيستطيع أن يعيد اللحمة الاجتماعية الوطنية اليمنية التي تشكلت عبر مئات السنين؟ من الذي سيستطيع أن يرتق أيضا هذا الخرق الذي اتسع والذي لا يجب أن يستمر؟ على اليمنيين كما عملوا دائما، كان اليمنيون كما تعلمين في التاريخ من مشترحي المعجزات، وهم شعب أصيل كما لاحظت أيضا كريم، حتى في المعاناة الكبيرة هذه خلال الحرب، شعب لا يوجد مثله شعب في النبل والارتقاء والشعور بالكرامة في ظل أقصى الظروف. ومع ذلك تلاحظين لم يقوموا إلا بكل الأعمال التي يدعون من خلالها إلى ضرورة التعايش، وإلى ضرورة القبول بالآخر، وإلى ضرورة إعادة بناء اللحمة الوطنية وتوفير الإغاثة الإنسانية التي في تصوري سترفع قليلا أيضا من منسوب التفاؤل عند اليمنيين. هذا الذي نتوقعه طبعا، وكما قلت الضغوط كبيرة عليهم، وكما ستلاحظين حتى في كل الإجابات التي ستقرئينها في الفيسبوك وغيرها، يوجد ناس لن تعجبهم قضية أن تتحدثي عن السلام وعن بناء المستقبل اليمن بعيدا عن هذه العداوات والتفاهات السياسية التي لا ترقى،
لمستوى بحجم اليمن الوطني. يعني أكلمك الآن وطبعا لا نستطيع أن ندعي أننا ممكن أن نضع أنفسنا مكان الأمة الثكلة التي فقدت ابنها أو الأب الذي فقد ابنه. وأريد أن أيضا ألفت عنايك وعناية المتابعين جميعا أن معظم ضحايا هذه الحرب حتى المشاركين فيها أكثر من 28% من الذين يقاتلون في صفوف الجماعات المتقاتلة الآن هم من الأطفال، وهذه جريمة كبرى، هذه تعني خسران اليمن لطاقة غير عادية، هؤلاء هم من يمكن أن يبنوا المستقبل. فأتمنى كما يتمنى كل المواطنين الموجودين في كل مناطق اليمن وهم يتابعون فعلا بشكل تواق نتائج الكويت، وأن يتحمل فعلا المسؤولون اليمنيون الذين مرة ثانية يجب أن نحييهم من أينما جاءوا، لأنهم هم الذين سيضعون السلام هدفا لهم، وسيكتب لهم التاريخ أنهم استطاعوا أيضا في محاولة أخيرة لإنقاذ اليمن والتوجه بها إلى مستقبل آخر. طبعا نحن نتمنى أكيد يعني السلام هو الهدف الأسمى وهو الذي سيحقق الاستقرار بغض النظر عن الصراعات السياسية ومن سينتصر فيها. تعقيبا على هذه النقطة أستاذة أمت العليم، أنت شغلتي منصب رئيس الجهاز التنفيذي المكلف باستيعاب تعهدات المانحين لليمن، واليمن تعاني من أزمة، ربما يعني هناك حديث كثير عن المساعدات إلى هل تصل لمستحقيها أم لا، يعني إلى أي مدى المساعدات كافية أصلا، وهناك ميكانيزم أو أسلوب لوصولها. ما أدري إذا ممكن تعلقين على هذا الموضوع أيضا. أولا طبعا في الظرف الذي تعيشه اليمن الآن سيكون من الترف أن نتكلم عن المعونات العادية التنموية، لأن الجهاز التنفيذي الذي توقف أيضا عمله منذ بداية الحرب للأسف في 2015 كان معنيا بمساعدة الحكومة على تطوير إمكانيات استيعابها للتعهدات فعلا الكبيرة التي أطلقتها وأعلنتها بالأساس دول الخليج العربية من ناحية، وبعدها الدول الخمس دائمة العضوية في مجموعة ما كانت تسمى بأصدقاء اليمن، وهم في المناسبة هم نفسهم المجموعة التي يجب أن تظل اليمن تتطلع إليهم الآن بدرجة أكبر منذ مضى، وتتمنى عليهم أيضا أن يغيروا في أساليب حتى تقديمهم للدعم والمعونات، لأنه فيما مضى كان هنالك أيضا حتى شيء من الوقت، ولم يكن الوقت كثيرا ضاغطا برغم المشاكل التنموية الكبيرة التي كانت تعاني منها اليمن، لكن الحرب الآن وضعتنا أمام واقع ومعطى جديد، وهو أننا يجب أن نعمل بوتيرة أخرى وأن يكون هنالك تحفيز أساسي للاقتصاد، وهذا لن يتم كما تعلمين إلا بعد الاستجابة للاحتياجات الإنسانية الرئيسية أولا، وأن تعزز مسائل الإغاثة بحيث تصل كل المحافظات بدون تسييس، بدون اختيار مناطقي أو غير ذلك. وبالإضافة إلى ذلك يجب أيضا على الحكومة اليمنية أن تغير من أدواتها الاقتصادية وأن تكافح الفساد الذي للأسف كان واحدا من المشكلات التي كان يضعها المانحون دائما كواحدة من العثرات أمام تنفيذ المساعدات الكبيرة. وأنا على ثقة أن دول الخليج بدرجة رئيسية ستكون في طليعة الدول التي فعلا ستعين اليمن الآن أكثر من أي وقت مضى، كالتزام يعني إضافي أيضا لأنها شريكة اليمن أيضا في أي بناء للسلام، فهذه مسألة مهمة. فنحن الآن نتطلع إلى إدخال المعونات الإنسانية بحيث تصل، كما تعلمين اليمنيون الأطفال بالذات سوء التغذية في اليمن، وأيضا اليمن تعتبر أسوأ بلد في العالم، أكثر من 735,000 طفل يعانون من سوء تغذية شديد أو نقص في التغذية حاد. الأمن الغذائي في اليمن في درجات خطيرة تقترب اليمن من مستوى المجاعة، يعني وكل هذه القضايا أظن أنها يجب أن تكون أكثر من محفزة وأكثر من ملزمة، ليس فقط للمتحاورين وإنما لكل القوى الإقليمية والدولية أيضا، للتعاطي مع اليمن بمفهوم آخر لتقديم المساعدات هذه، والانتشال لليمن واقتصاد اليمن وعملة اليمن
والحركة الطبيعية في اليمن لتطبيع الحياة ورفع المعاناة عن اليمنيين الذين للأسف أصبح عدد النازحين منهم داخليا لا يقل عن 3 مليون شخص داخل مؤلم اليمن. مؤلم مؤلم. حزين جدا. حزين جدا الوضع. أيضا هناك يعني نقطة أخرى يعني تذكر في القصة اليمنية، وطبعا أنت شغلتي منصب وزيرة حقوق الإنسان في اليمن، كثيرون يتحدثون اليوم عن الأزمة، أزمة الحقوقية في اليمن والمساجين والمعتقلين. إذا ممكن نشاهد فيديو قصير أخذه مراسلنا أيضا في اليمن مع أحد النشطاء يتحدث عن المعتقلين السياسيين في اليمن. هناك تطبيق لوقف إطلاق النار مع خروقات، ينبغي أن يكون هناك آلية فاعلة للاستجابة لهذه الخروقات لمعالجتها معالجة فورية حتى لا تطور وتقوض وقف إطلاق النار، أفرج عن بعض المحتجزين. لكن للأسف لا يزال ملف كبير جدا ومثقل. هناك تطبيق لوقف إطلاق النار مع خروقات، ينبغي أن يكون هناك آلية فاعلة للاستجابة لهذه الخروقات لمعالجتها معالجة فورية حتى لا تطور وتقوض وقف إطلاق النار، أفرج عن بعض المحتجزين. لكن للأسف لا يزال ملف كبير جدا ومثقل. هناك الأزمة الحقوقية في اليمن، المعتقلين السياسيين والمختطفين والفراغ الأمني، ما تعليقك على هذا الكلام أستاذ؟ أولا فيما يخص المخفيين قسرا، وفيما يخص المعتقلين والمخطوفين وتكميم أفواه الصحفيين ومنع الناس من مزاولة أعمالهم بالطريقة التي يرتؤونها والتضييق على العمال الحقوقيين، هذه كلها مخالفات صريحة وانتهاكات أساسية وجوهرية لحقوق الإنسان في أي ظرف كان. وأيضا كما تعلمين الحرب في أساسها هي انتهاك لحق اليمنيين في الحياة، لحق اليمنيين كمجموع كشعب أيضا في المعيشة المحترمة الكريمة ولو حتى في تلك الظروف القاسية. فأقصد أنه للأسف الشديد أيضا تزامنت الحرب أيضا مع جملة رهيب، وأحض من هنا كافة الأطراف المعنية بهذه المسألة أولا على سبيل المثال فعلا بالاتجاه بشكل جدي لإطلاق المعتقلين الذين هم الآن كما تعلمين في مستوى التفاوض وعلى طاولة المفاوضات في الكويت، وهم الحقيقة بالآلاف. وهذه مسألة أظن أنه من المخجل علينا كيمنيين أيا كنا، التاريخ سيلعننا جميعا عندما يكون هنالك أسرى حرب يمنيين لا نستطيع حتى فك أسرهم أو تبادلهم أو بكل المعونات المعروضة علينا من الصليب الأحمر والأمم المتحدة وغيرها من المنظمات. فأظن أن مثل هكذا خطوات ستعزز وتشجع على نشر قيمة ضرورة التخاطب والتفاوض واستمرارها ونجاحها. أيضا إطلاق المعتقلين وبالذات الصحفيين والناشطين أمر جوهري، وبقاؤهم في السجون دون تهم ودون محاكمة أيضا انتهاك للدستور اليمني ولكل القوانين الإنسانية. وأحض من هنا أيا كان مسؤولا على هكذا انتهاكات سواء في صنعاء أو في غيرها أيضا من المحافظات، كما تعلمين أيضا طالت مسائل الترحيل بعض أبناء المحافظات من بعض المحافظات أيضا، وهذه كلها في جوهرها يعني مخالفات صريحة لكل العهود الإنسانية ولكن الأهم الوطنية والدستور اليمني. فللأسف الشديد الحرب لا تجلب معها إلا كل هذه الفظاعات، ويجب أن تتوقف، لأنه في توقفها لعلنا نستطيع أن نقول حان منذ بداية الحرب، حان وقت أن يلتقط اليمنيون جميعا أنفاسهم وأن يقوموا على الأقل الآن بمعرفة مصائر أبنائهم، ويطلق سراح المعتقلين ويعود الأطفال الذين لا يجب أن يكونوا في ساحات القتال إلى المدارس وإلى رعاية أسرهم وغيرها من المسائل فعلا التي لا يمكن لأي مخلوق أن يتخيلها، ولكن الحرب جعلتها للأسف الشديد تبدو كما لو أنها واحدا من ديادن الأمور العادية. فطبعا أنا جملة وتفصيلا ضدها، وأحض كل المسؤولين الذين لديهم سلطة في أي مكان كانوا قبل أي شيء من أجل تعزيز الثقة عليهم بإطلاق أولا سراح المعتقلين. كما تعلمين هنالك قوائم كبيرة بعضها منصوص عليها حتى في قرار مجلس الأمن 22-16، ولا أدري لماذا لا يتم إطلاق سراح
كل هذا هؤلاء الناس، لأنه في الأصل الحرية هي الأساس طبعاً. للناس. عدا ذلك هنالك تقييد لحق الناس في الحرية والتمتع بما أنعم الله عليهم بها والتعبير عن آرائهم، هذه هي جمالها. بالضبط. يعني في طبعا أعتقد أن هذا نقاش رائع جدا ومميز، نتمنى لو كان عندنا وقت أطول، ولكن سننهي بسؤال أنا يعني لازم أن أسأله. طبعا من ضمن التعليقات اللي علقونها جمهورنا منذ أن أعلننا بأننا سنستضيفك كثير من الإشادة بشخصيتك طبعا، وتاريخ حافل وطويل، تاريخ حقوقي، تاريخ نسائي، وأيضا تنفيذي لخدمة بلدك. أحد المتابعين اليوم ذكر أن المفروض أن أمة العليم هي التي تستلم الحكم في اليمن. نتمنى يعني هذه اليمن بلد بلقيس أن يعني تكون نسائها على سدة الحكم، ربما هو الحل. هذا يأخذنا إلى سؤالي الأخير أستاذة أمة العليم، اللي أنا لازم أسأله، وهو وضع المرأة اليوم في المرأة العربية بشكل عام واليمنية بشكل خاص، خصوصا في 5 سنوات الأخيرة بعد المطالبات بالتغيير. قصة حزينة أخرى، المرأة كانت على مقدمة المطالبين بالتغيير، توكل كرمان في اليمن حصلت على جائزة نوبل للسلام بمطالبتها للتغيير، والآن المرأة يعني عادت إلى الصفوف الخلفية، ما زالت تعاني من مجموعة من الأشياء، ليست يعني مشملة في مفاوضات الحوار بشكل كبير أو بوضع أجندة لحل الصراع. تقييمك إلى اليمن، المرأة اليمنية اليوم والمرأة العربية بشكل عام، وإلى أين تتجه؟ لا يمكن فصل وضع النساء في اليمن أو المرأة في اليمن عن وضع أخواتها في المنطقة العربية وفي اليمن بشكل خاص. بدا لنا جميعا على الأقل منذ مسيرة الحوار الوطني بعد تنفيذ المبادرة الخليجية ومشاركة النساء بشكل فعال في الحوار الذي استمر أكثر من 10 أشهر، والوصول إلى جملة من النصوص التي ضمنت الحقيقة في المشروع الجديد للدستور اليمني لأول مرة. النساء مثلنا حتى في لجنة صياغة الدستور، وفي حقيقة الأمر وبدون تعصب، لولا وجود تلك المجموعة الممتازة من الأخوات في لجنة صياغة الدستور لما استطعنا على الإطلاق مقاومة حتى انقلاب بعض الأعضاء سواء من الحوار أو في اللجنة على الحقوق التي اكتسبتها النساء. ولكن النساء اليمنيات كما تعلمين قادرات، مثلهن مثل أخواتهن العربيات، عندما تتاح لهن الفرص هن أكثر من قادرات. ولكن المشكلة بالنسبة للنساء اليمنيات مثل ما هي أيضا بالنسبة للنساء العربيات، أننا جميعا نركن أنه بمجرد الإعلان السياسي عن القبول بحقوقنا المشروعة نركن تماما، وكأن الأمر قد حدث ولم يتبقى إلا أن ينفذ من ذات نفسه. فنركن إلى ذلك، وأنت تعلمين كل السلطات وكل الحكومات مع تقدير البالغ لهم لا ينفذون هذه المطالب والمسائل إلا من منظور النفعية السياسية أو بما يجلب لهم من صورة أمام من يريدون أن تحسن صورتهم أمامهم. لكن النساء أيضا عليهن واجب، على أخواتي في اليمن واجب، يعني هن كما تلاحظي للأسف لم يشاركن في حتى الحوار في الكويت إلا بمجموعة شجاعة من الأخوات، حضرنا من أجل الضغط على كافة المتحاورين، وتوجد في فريقي التفاوض فريق به سيدة واحدة وفريق به سيدتان، وهم بالمناسبة سيدات ممتازات، يعني لا يمكن على الإطلاق التقليل من مستوى تمثيلهم بواحدة، ولكن خرقت الأحزاب السياسية مباشرة مبدأ التمثيل ل30% الذي تم الاتفاق عليه في الحوار الوطني. وربما يقولون الآن وضع حرب والآن ليس سلاما وهكذا أقوال، الذي نتطلع له كما قلت إنه في المرحلة التالية بعد إعلان السلام إن شاء الله والاتفاق عليه، وعند توسعة الحوار من أجل إعادة بناء اليمن سلميا وتحقيق المصالحة الوطنية وتحقيق الانتقال الحقيقي الديمقراطي لليمن الذي يحفظ لليمن كرامته والذي يحفظ لليمنيين أيضا القدر الإنساني من معيشتهم وبقائهم، لا يمكن أن أتخيل أي شيء من هذا يدور بدون مشاركة مباشرة مشروعة على الأقل بما نسبته 30% في كل تلك المجالات. والنساء لاحظي الآن اللواتي يقمن بإدارة الحياة في اليمن هن النساء. بالضبط،
هذا ما وددت أن أختم به حديثنا، ليكون على الأقل به شيء من التفاؤل تجاه المستقبل الذي ندعو الله أن يأتي به شهر رمضان المبارك، وكل عام واليمنيون بخير وكل المسلمين بخير في كل مكان. وندعو من الله القدير العلي القدير أن لا يأتي رمضان إلا وقد تنسم اليمنيون في بداياته أريج السلام والمحبة، إنه قادر كريم إن شاء الله. نتمنى طبعا، هذه أجمل دعوة نختم في هذا الحوار. أستاذة أمة العليم، شرفتينا اليوم في هذا الحوار، ونشكر لك هذا الوقت وهذه الروح المعنوية الجميلة، ونتمنى طبعا أن يحل السلام في اليمن بشكل يعني عاجل. أيضا نحييكم ونبارك لكم شهر رمضان المبارك، ونتمنى أن يعم السلام في المنطقة العربية كلها. شكرا جزيلا على متابعتكم معنا اليوم، ونتمنى نشوفكم معنا في حوار مباشر آخر الأسبوع المقبل، ومع السلامة.